عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للماتيماتيك، جمعت الباك ايكونومي جيستيون كاتريام اني ايكونومي جيستيون، والا حتى لي سيكسيون سيونتيفيك كيما تكنيك انفورماتيك سيونس ناتوريل والا ماتيماتيك. دي زيبيزود قاعدين نصلحوا فيهم في دي زاكتيفيتي في المانيوال والا في الكتاب نتاع جمعت الباك ايكونومي جيستيون. دونك هذه اكتيفيتي نيميرو 5 قدامكم باج 9. دونك اش عندنا لهنا؟ عندنا كالكول دو ليميت، فوالا عندنا سيس فونكسيون باش نحاولوا نحسبوا الليميت نتاعهم، ومن خلال الاكتيفيتي هذه باش نستنتجوا ان بروبريتي والا تيوريم تولي دورينافون ما عادش تقعد تخدم في الديتاي في الكالكول نتاعها. قبل ما نبداو نصلحوا في الفونكسيون هذوما، كنت لاحظوا لهنا بجنب فما في الكادر هذايا فما كيما نقولوا احنا باراجراف صغيرة فيها دو تيري. لي دو تيري هذوما هات نقراوهم، نحاولوا نقراوهم ونفسروهم شنو هما بالضبط. اون فيت شنو قال لي في الباساج الاول ولا في البوان الاولى؟ قال لي لا ليميت اون لانفيني دين فونكسيون بولينوم. عطاني حاجتين، لانفيني كي يقول لانفيني يقصد راهو يا بلوس لانفيني يا موان لانفيني، نتاع شكون؟ نتاع ان بولينوم، نتاع فونكسيون بولينوم. اش معناتها فونكسيون بولينوم؟ يعني تبدا تكتب سو لا فورم دو ا اكس على بويسونس ان بلوس ولا موان بي، بلوس ولا موان بي. نعطيك اكزومبل، مثلا 2 اكس موان 3 هذايا بولينوم، 3 اكس على بويسونس 2 بلوس 6 هذايا زاد بولينوم. يا سيدي حتى اكس وحده راه تسمى بولينوم، اكس على بويسونس 3 موان 7 زاد ست بولينوم. دوكو تلقاها كيف هكا، هذا كله يتسمى ان بولينوم. ايوه، قال لي راهي الليميت نتاعو كي يبدا بولينوم في الانفيني ولا في البلوس الانفيني، لوسك اكس لهنا تنفير بلوس والا موان الانفيني. اي قال لي كم تساوي؟ قال لي اي تيغال ا سيل دو سون تيرم دو بلو او ديغري. اش معناتها بلو او ديغري؟ تيرم دو بلو او ديغري، احنا ما كونسيرني الفاريابل بتاعنا هو الاكس. الاكس هنا الديغري نتاعو شنو هو؟ هو 1. الاكس هنا هو 2. الاكس هنا كيف كيف هو 1. الاكس هنا 3. به لو فرضنا تو هو قال لي بولينوم ولا مثلا الفونكسيون الثانيه، ركزوا معايا في الفونكسيون الثانيه هذه 3 اكس او كاري بلس 6 اكس موان 5 مثلا، مو بولينوم هذا ولا انا هو لو بلو دوغري 2 ولا الان هنا هو 2. باهي، دونك باش احنا نفهموا البروبريتي هذه اش حاب يقول بالضبط، باللغه اخرى مثلا نجيو للفونكسيون هذه ماي بويسك هي بولينوم وفيها اكس هنا او كاري وهنا اكس على بيسونس 1 والدوغري لو بلو دوغري هو 2، يعني اكس 3 اكس كاري. كي تجيو نلوجو على الليميت نتاع الفونكسيون هذه كيك سوا في البلوس لانفيني والا في الموان لانفيني، دونك راني باش نهز كان الكونتيتي نتاع الاكس اللي هي اعلى لو بلو دوغري. يعني بلغة أخرى، الليميت نتاع بلوس لانفيني نتاع الفونكسيون هذه هي بيدها راهي الليميت نتاع بلوس لانفيني دو 3 اكس كاري أكاهو. بلغة أخرى تمشي تعوض الإكس كاري بالبلوس لانفيني، بلوس لانفيني وكاري يقعد لي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني تضرب في عدد بوزيتيف باش يقعد لي بلوس لانفيني. يعني من الآخر الليميت نتاع الفونكسيون هذه كلها بالبلوس لانفيني راهي بلوس لانفيني. حتى راه نشوفوها في الليميت في الموان لانفيني، موان لانفيني دو 3 اكس او كاري. دونك نمشي نعوض الاكس بموان لانفيني، موان لانفيني او كاري يولي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني كي نضرب في 3 زاد باش تقعد لي بلوس لانفيني. فوالا التيري الثانيه، قال لي لا ليميت اون لانفيني دين فونكسيون راسيونيل. راسيونيل كي تبدا اف سور جي، يعني اكسبرسيون من فوق اكسبرسيون من اللوتر. نعطيك اكزومبل، مثلا عندنا هكا 3 اكس او كاري موان 1 سور اكس بلس 2 مثلا، هذه فونكسيون تسمى راسيونيل. ايوه، قال لي اي تيغال ا سيل دو كوسيون دو تيرم دو بلو او دوغري. فوالا، بلغه اخرى قال لي راه ليميت كيك سوا في البلوس لانفيني ولا في الموان لانفيني نتاع فونكسيون اف سور جي هي بيدها راهي الليميت نتاع لو بلو او دوغري نتاع الكوسيون نتاعهم. يعني لهنا هذه في البلوس لانفيني مثلا ليميت في البلوس لانفيني نتاع الفونكسيون هذه هي تقولش عليها راهي هي بيدها ليميت نتاع 3 اكس كاري سور اكس. دونك لهنا شنو نعمل؟ نجم نسامبلي في اكس كاري، اكس كاري هي اكس فوا اكس، نحي واحدة من فوق تقعد واحدة من اللوطا، تقعد اللي هي الليميت بتاع بلوس لانفيني بتاع 3 اكس، اكس نعوضها بلوس لانفيني، بلوس لانفيني في عدد بوزيتيف باش يقعد لي بلوس لانفيني. بيان، دونك لكن في الحالة كي يبدا في الموان لانفيني
ليميت معلم فينيم تاع الفونكسيون هذه اوترمون هي تروازي اكس كاري سور اكس. نفس الشيء باش نمشي سامبليفي باكس من فوق واكس من اللوطه تقعد لي ليميت تاع معلم فيني دو تروازي اكس، نمشي نعوض الاكس بمعلم فيني، معلم فيني كان نضرب عدد بوزيتيف باش يعطيني معلم فيني. Voilà, appuie sur pause, cherchez bien cette activité. Après avoir bien cherché, regardez la correction. Bien. Donc, حاولنا من خلال البروبريتي هذه فسرنا شنو هو الاوبجيكتيف نتاعها. دونك اي فونكسيون بولينوم والا راسيونيل الليميت نتاعها كيك سوا في البلوس انفيني ولا في الموان انفيني راهو هي تقوش عليها هي بيدها الليميت نتاع اك الفالور لو بلي او ديغري. دونك هات نطبقوا القاعده هذه في ليكزومبل ا. ليكزومبل ا دونك شعطاني قال لي لوج لي على الليميت لوسكو اكس تون فير ا بلوس انفيني نتاع شكون موان 2x او كوب بلوس 5x او كاري 5x او كاري موان زا. فوالا بويسك هي الفورم تاع الفونكسيون بولينوم والبلو ديغري شنو دونك عندي هنا 3 وهنا 2 دونك 3 سيتادير هذه اوترومون اكوا تيكال هي راهي هي بيد الليميت تاع بلوس لانفيني نتاع موان 2x او كوب. فوالا تو نمشي نعوض الاكس بالبلوس لانفيني باش تولي لي اوترومون. فوالا هات نشوفو كيفاش نخدموها بالضبط. هي تقوش عليها هكا موان دو فوا بلوس لانفيني على بويسونس تروا بلوس لانفيني على بويسونس تروا يقعد بلوس لانفيني. بلوس لانفيني كي نضرب في عدد نيجاتيف يولي لي موان لانفيني. دونك ليميت هاذيا نتاع الفونكسيون كاملة هي موان لانفيني. بيان البي بالنسبة تو للبي دونك ليميت في الموان لانفيني نتاع الفونكسيون اكس او كوب x au cube moins x au carré plus 1 voilà à la puissance 3 b. شوف لهنا الاشكال وين رد بالك فما حاجة يزمك تعملها قبل دونك يزمك تفكك هذي تخدمش تعرفش خاطر معناش احنا قاعدة متاع كونتيتي الا كونتيتي مع كونتيتي على بوسونس 3 معناش مانيش برودوي ريماركابل هذي باه دونك يزمك تفكك شنو هي كونتيتي على بوسونس 3 يا اخي ما نجمش نكتبها هي x au cube moins x au carré plus 1 fois x au cube moins x au carré plus 1 fois x au cube moins x au carré plus 1 خيادي اكا فوا 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 هي بيدها على بوسونس 3. وبالتالي اش باش تعمل تو باش تمشي ديفلوبي هاللي برودوي هذا مع بعضهم تاك هكا ديفلوبيهم من بعد ديفلوبي موان اكس او كاري زيد على هذا الكل فوالا ومن بعد زيد ما تنساش باش زيد ديفلوبي الان فوالا الان زيد باش ديفلوبي هكا وهكا وهكا دوكو باش تلقى كونتيتي كامله لهنا. وش يقعد لي يقعد لي الاكس او كوب موان اكس دو بلوس ان زيد هاك الكونتيتي اللي باش تلقاها من بعد الديفلوبي هذا مزوز رد بالك زيد لازمك زيد ديفلوبيها على الكونتيتي هذه الكل حصيل في الاخر بالكل باش تلقى كونتيتي فيها اكس على بويسونس 9 بلوس x à la puissance 8 moins x à la puissance 7 حصيل la quantité ainsi de suite حتى كشين توصل x à la puissance 2 je crois هكا لك بويسك هي بولينوم دونك الليميت نتاعها هذيا في الموان لانفيني نتاع الكونتيتي هذيا كلها قلنا باش نهزو كان هي بيدها تقولش عليها الليميت تاع موان لانفيني نتاع لو بليو ديغري فاريابل ولا الكونتيتي لو بليو ديغري x à la puissance 9 x à la puissance 9 9 امبير عدد فردي ماهوش عدد زوجي. دونك الليميت نتاعو في الموال انفيني نمشي نعوض الاكس موال انفيني موال انفيني كي يبدا بويسونس نتاعها امبير باش تقعد لي موال انفيني. وبالتالي الليميت نتاع الفونكسيون في البي هذيا هي بيدها موال انفيني. فوالا تو نمشيو لاكزومبل سي هو عندنا دو عندنا فورم راسيونيل لهنا. دونك السي نجي لهنا قال لي لوج لي على الليميت في البلوس لانفيني نتاع الكونتيتي هذيا هاد نحطوها كونتر اكولاد دونك موان اكس او كاري بلوس اكس موان زان لو تو سور 4 اكس او كوب ا لا بيسونس 4 بليتو 4 اكس ا لا بيسونس 4 موان 3 اكس بلوس 6 به. شوف لهنا كيفاش باش نوصل للحل. احنا باش نلوجو على الليميت اخسر باش نعمل اسهل حاجه ويزمك تتعلمها الحكاية هذي خاطر باش تحققها في دي فورم أخرين. دونك نمشي نخرج الإكس أو كاري أون فاكتور نخرج لو بليو ديغري
ان فاكتور باهي كان خارج ان الاكس او كاري اش تقعد لي مفقود اكس او كاري تقعد لي هنا موانزا باهي بلوس اكس سور سور شنو سور والا ان سور اكس خاطر اكس باش نردها دونك سي تري بيان تولي لي ان سور اكس لهنا فوالا ان سور اكس علاش خاطر انا كي نضرب من بعد اكس او كاري في ان سور اكس اكس او كاري سور اكس نسامبلي في اكس من فوق و اكس من لوط تقعد لي اكس كيف ما حبيت لهنا فوالا موان زان سور اكس او كاري فوالا موان زان سير اكس كاري ومن لوطا زاد باش نخرج البلو ديغري اللي هو اكس كات باش نخرج اكس كات كون فاكتور دونك شنو تقعد لي هنا تقعد لي كاتر موان تروا سير اكس او كوب تروا سير اكس او كوب علاش خاطر من بعد كي ديفلوبي انت اكس كاتر من فوق تولي لي تروا اكس كات سير اكس او كوب اكس كات سير اكس كوب تقعد لي كان اكس كاهو اللي هي الحاجبه هذه بلوس سيس سير اكس على بويسونس كات نفس الشيء باهي واحنا نلوجو في ليميت وين في البلوس لانفيني عندنا قاعده يقول لك راهو كي تبدا ليميت تاع اكس تنفير بلوس لانفيني والا موان لانفيني نتاع كونتيتي هذه 1 سور اكس راهي ديما تعطيني زيرو علاش خاطر 1 سور حاجه كبيره مثلا انا نعطيك نقول لك خذ 1 دينار دينار واحد واقسم على 10 ملايين مواطن ولا 10 ملايين عبد دونك كل واحد باش تجي ابري حاجه تنفير زيرو يعني 0.00000 طلع قداش ملي فوالا دونك باش نطبقوا الاسبري هذا دونك هذا كله باش يعطيني زيرو في البلوس انفيني هذا كله زاد باش يعطيني زيرو في البلوس انفيني هذا زاد كله باش يعطيني زيرو هذا كيف كيف زاد باش يعطيني زيرو اش قعدت لي قعدت لي موازان سو كاتر وعندنا اكس كاري على اكس على بيسونس كات يا اخي اكس على بيسونس كات مش نجم نكتبها اكس كاري فوا اكس كاري نسامبلي في منه ومن اش قعدت لي قعدت لي موازان سو كاتر فوا ان سو اكس كاري وفي البلوس انفيني ان سو اكس كاري هذا زاد باش يعطيني زيرو 0 فوا موان زان سور كاتر اكوات ايغال باش تعطيني 0 وبالتالي الليميت نتاع الفونكسيون هذه في السي ايغال ا 0 لوسك اكس تنفير ا بلوس لانفيني اكزومبل دي دونك نفس الشيء باش نلوجو الليميت في الموان لانفيني مانتنو نتاع فونكسيون راسيونيل اللي هي اكس او كوب موان 27 سور اكس او كاري موان 5 اكس بلس 6 فوالا بلس 6 باه نفس الشيء هو راه كان نطبقوا احنا التيوريم هذه ديريكت باش نعمل هكا هي الليميت نتاع موان لانفيني نتاع لو بليو دوغري من فوق هي اكس او كيب ولو بليو دوغري من لوطا هي اكس او كاري دونك اكس او كيب سير اكس او كاري باش تعطيني هي بيدها ليميت نتاع موان لانفيني نتاع اكس علاش خاطر اكس او كيب سير اكس او كاري سامبليفيو اكس كاري من فوق واكس كاري من لوطا تقعد لي اكس كاهو ونعوض اكس بموال انفيني باش تقعد لي موال انفيني لكن هات نشوفو بشوي بشوي كيفاش لقيناها هذه نفس البرانسيب باش نعملو كيما عملتو في الاكزومبل سي دونك باش نمشي نخرج انا ليميت موال انفيني باش نمشي نخرج لو بليو ديكري اون فاكتور دونك اكس او كوب باش تقعد لي هنا تقعد لي 1 موان 27 سور اكس او كوب فوالا لو تو سور لو بليو ديكري لهنا هو اكس او كاري اكس او كاري تقعد لي هنا 1 موان 5 سور اكس او كاري x voilà voilà sur x carré voilà donc 5 sur x خاطر من بعد x au carré 5 x au carré sur x au carré et 5 x donc plus 6 sur x au carré ب توا نفس البرنسيب اللي قلناه بكري كي تبدا عندك انت ليميت في الموال انفيني ولا في البلوس انفيني نتاع عدد a سور x دونك راهو باش يعطيني 0 بيان دونك هذه 27 على حاجة كبيرة هذه كلها باش تعطيني تنفير زيرو باش تعطيني زيرو كيف كيف هذه باش تعطيني زيرو هذه كيف كيف زادة باش تعطيني زيرو باش تقعد لي 1 سور 1 فوا وعندنا لهنا دونك هذه كل ايكال ليميت في الموان لانفيني نتاع اكس او كوب سور اكس او كاري اللي لقيناها هذه دونك كي تيكال ليميت في تاع الاكس اللي هي موان لانفيني خاطر ليميت تنفير موان لانفيني بيان نمشي تو ليكزومبل او ليكزومبل الخامس Allons-y, donc, on dit une limite fin, fait plus l'infini, ta quantité est 3x moins 2x carré plus 1 sur x moins 1. Bon, l'échelle est là, oui, l'échelle est là, deux quantités. Aïe, voilà, l'échelle est là, il y a un degré, je t'ai dit.
دونك لازمك تعمل هنا، لازمك تو سامبلومون توحد المقامات ما بين الكونتيتي هذه والكونتيتي هذه. شنو المقام؟ مقام اكس موان زام. دونك باش تجي لهذه تضربها في الاكس موان زام اللوطه، وزاد من فوق تضربها في الاكس موان زام. فوالا باش تولي لي، باش تولي لي هكا ليمي في البلوس لانفيني تاع 3 اكس. كنا نديفلوبي على الاكس والاكس والموان زان، دونك 3 اكس فوا اكس تولي لي 3 اكس كاري موان 3 اكس فوا 1 هي موان 3 اكس. المقام واحد ولا لي كلها اكس موان زان، هكا باش نكتبو. وهنا عندي موان 2 اكس او كاري بلوس 1، تقعد كيف ما هكا. فوالا توا نمشي نجمع، من نجم نجمع، عندي 3 اكس كاري الا 2 اكس كاري نجم نجمعهم خاطر عندهم نفس القوة. فات اتونسيون لهنا، كي يبداو لي فاريابل اكس ما عندهمش نفس القوة، راك ما تنجمش تجمع ولا تطرح. باهي، ما تنجم تجمع ولا تطرح كي يبداو لي زيكسيات عندهم نفس القوة. دونك 3 اكس كاري وهنا 2 اكس كاري قدام السين موات تولي لي اكس كاري. دونك هذه كل باش تعطيهم ليميت في بلوس لانفيني تاع اكس كاري موان 3 اكس بلوس 1 لو تو سور اكس موان 1. فوالا. دونك كاين انا باش نطبق القاعده، تو باش نطبق القاعده باش نهز اكس كاري سور اكس ونحسب الليميت في بلوس لانفيني باش تعطيني بلوس لانفيني. لكن هات نفسرو كيف جات الحكايه هذه الكل. دونك نفس الشيء باش نمشي نخرج زاد ان فاكتور ليميت بلوس لانفيني، باش نخرج ان فاكتور من فوق الاكس كاري تقعد لي لهنا ا موان 3 سور اكس 3 سور اكس voilà plus 1 sur x au carré. ومن اللوطة نفس الشيء، voilà x باش نخرج ان فاكتور تقعد لهنا 1 موان 1 سور x. ونطبق عليها الفازة اللي قلت لكم عليها بكري، كي نبدا عندنا ليميت في البلوس ولا في الموان الانفيني تاع a سور x راهي باش تعطيني 0. دونك هذه كلها باش تعطيني 0، هذه باش تعطيني 0، هذه زادة باش تعطيني 0. اش قالت لي؟ قالت لي 1 سور 1 هي 1. دونك x au carré سور x تقعد لي x. دونك ليميت تاع بلوس لانفيني تاع اكس فوالا باش تعطيني بلوس لانفيني. فوالا دونك نكملو مع ليكزومبل الاخراني. ليكزومبل هذايا اف، دونك انا عندي ليميت دو في البلوس لانفيني فوالا تاع الكونتيتي اكس موان زان بلوس ان سور اكس سور اكس او كاري بلوس اكس موان دو فوالا في البلوس لانفيني. فوالا لهنا اول حاجه باش نشوف زاد كيف كيف باش نحاول نمشي اني نخرج اون فاكتور، باش نخرج اون فاكتور الاكس. لكن عندي كوسيون لهنا 1 سور اكس، يعني باش توحل الحكايه. دونك وبالتالي نولي ديريكت نطبق القاعده هذه. دونك بويسك ناخو لو بلو دوغري من فوق، انا البلو دوغري ها هو الاكس هذايا، ولو بلو دوغري من اللوطه هو اكس وكاري. دونك باش تولي لي هذيك ولا تولي لي ليميت في البلوس لانفيني تاع اكس سور اكس وكاري. اكس سور اكس وكاري نسامبليفي باكس منه واكس منه، تقعد لي ليميت في البلوس لانفيني تاع 1 سور اكس، خاطر من فوق كي نفسخ كل شيء تقعد لي 1 1 سور اكس بلوس لانفيني. اش قلنا؟ قلنا تعطينا 0. دونك ليميت تاع الاف ايجالا ا 0. فوالا كان هذا اكتيفيتي نمبر 5 باج 9، اكتيفيتي نمبر 3 باج 13. دونك هذه باج 13 قاعدين مكملين في الكالكيل تاع الليميت. دونك هذا الفيديو باش نحاولوا نصلحوا فيه، والا نخدموا فيه لاكتيفيتي نمبر 3 ونفسروا علاش الليميت هذه كيفاش نجم نخدموها. دونك الكاستيون اش قال لي؟ قال لي كالكيلي لي ليميت سويفون بيتيتا. قال ليميت قلنا في الباج 13، كتبونا معنا في التاب، زاد موجوده في الباج 13 اكتيفيتي 3. دونك عندنا اول حاجه باش نلوجو الليميت نتاع في البلوس لانفيني سا، دونك نتاع الكونتيتي هذه اللي هي راسين دو 2x موان 1 سور x. به لهنا للأمانة باش نحاول، لازم لهنا التلميذ يكون وإلا ليتيديون يكون عنده رابيل ولا فاهم لي بروبريتي نتاع الراسين. بيا الراسين اش بيه الراسين؟ راهو احنا عندنا كي يبدا عندنا راسين دو A سور B، راهو نجم نكتبه هي راسين دو A سور راسين دو B. فوالا راهو زادا كي يبدا عندي راسين دو ا فوا بي، راني نجم نكتبها هي راسين دو ا فوا راسين دو بي. لكن اسكو راسين دو ا بلوس بي نجم نفككها؟ لا مستحيل، ما تنجمش تفككها، تقعد هكاك. اي راسين دو ا موان بي اسكو نجم نفككها؟ لا تقعد هكاك. دونك عندنا لي بروبريتي كان على الديفيزيون والبرودوي. فوالا دونك
باش نحاولوا نطبقوا على دو بروبريتي هذوما تاعنا الراسين في الكالكيل نتاع ليميت نتاعنا. دونك خاطر انا تو سامبلومون كان نمشي نعوض انا بالبلوس انفيني ديريكت لهنا باش نلقى راسين دو لانفيني على الانفيني سيتي فورم انديترميني، لكن باش نحاول نقسم الساعه هذه هكا ليميت تاع بلوس لانفيني بويسك هي كوسيون راهي باش تولي اللي هي راسين دو 2 اكس موان 1 سور راسين دو اكس. فوالا من بعد دونك انا لهنا باش نحاول نخرج اكس اون فاكتور بالكونتيتي الفوقانيه باش تولي ليميت بلوس لانفيني نتاع اخزر لي باش نخرج اكس اون فاكتور من فوق اكس باش تقعد لهنا 2 موان 1 سور اكس هكا ولا سور راسين دو اكس. فوالا ولات ليش تو برودوي ا فوا بي هي الا هي الاكس هذه هي الا والبي هذه الكل. دونك نمشي نطبق عليهم القاعده هذه باش تولي دونك هات سكر ساعه بارونتيز من هنا دونك تولي راسين دو اكس فوا راسين دو 2 موان 1 سور اكس ومن اللوطه تقعد لي راسين دو اكس. بيان لو مش عندي برودوي من فوق وبرودوي من اللوطه دونك نشطبهم مش قعدت لي قعدت لي اني يعني باش نطلع ليميت تاع بليس لانفيني تاع كونتيتي هي راسين دو 2 موان 1 سور اكس. وحنا تفهمنا كي تبدا ليميت نتاع 1 سور اكس ولا ا سور اكس كي تبدا الاكس تنفير بلوس ولا موان لانفيني هذه اش باش تعطيني باش تعطيني هذه كلها زيرو. دونك اش تولي لي لقات لي كان راسين دو 2 دونك هذه كلها الليميت نتاع الفونكسيون هذه كلها هي ايجال ا راسين دو 2. بيان تعداو ليكزومبل الثاني اللي هو بي تي بي. دونك عندنا لهنا دونك باش نلوجو على الليميت في 3 بلس غتنشوفو تاو السمبول هذي شيغسلو بيه نتاع الكونتيتي هذيا راسين دو اكس موان 3 سور راس بليتو هو المرة الأولى مكتبهاش هكا نكتب الراسين على الكل دونك هات فوالا اكس موان 3 سور اكس او كاري موان 9 يا دونك انا اول حاجة باش نمشي هنا الحقيقة يلزم يكون ليتيديون عنده شوية جنجيل سكون ابيل جنجيل والا ريفلكس ماتيماتيكي. باهي اول حاجه هات نقسموه نطبقوا عليهم القاعده هذه دونك باش تولي لي هكا راسين دو اكس موان 3 سور راسين دو اكس او كاري موان 9. باهي كان تلاحظ انت اكس او كاري موان 9 هذه ما نجموش نكتبوها حاجه اخرى فوقانيه باش تقعد هكا اكس موان 3 سور هذه باش تولي لي هكا راسين اكس او كاري موان 3 مش هي اكس او كاري موان 3 او كاري موان 9 لهنا موان 3 او كاري خي 9 ما نجمش نكتبها 3 او كاري فوالا. وعندي انا بروبريتي تقول لي برودوي ريماركابل انه ا او كاري موان بي او كاري هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي فوالا. هات نمشي نخدمها دونك باش تولي لي هكا تولي نكمل المكحل الفوقانية الكونتيتي الفوقانية اللي تبي ما تقرا هكا اكس موان 3 سور هذه تو نديفلوبي خلي الراسين تولي لي اكس موان 3 فوا اكس بلوس 3 بيان باه وبويسك هما برودوي ا فوا بي نطبق عليها الراسين دو ا فوا بي اش تولي تولي الفوقانية اكس موان 3 سور هنا اكس موان 3 فوا راسين دو اكس بلوس 3 بيان. ايوا دوكوش تحصلت على كونتيتي هذه موجوده الفوق وموجوده اللوطة دونك نمشي نسامبلي فيها اش قعدت لي كي نفسخ حاجه من فوق تقعد تكوش عليها مضروبه في الان تقعد الان دونك تولي لي هي كلها ان سور راسين دو اكس بلس 3 به احنا نلوجو فين نلوجو في ليميت في 3 بلس معناتها 3 بلس ريت مثلا كي يبدا عندك ريبير ما عندك هنا 0 1 2 3 مثلا ركزي مع 3 شو معناتها 3 بلس و 3 موان ولا يقول لك اوفوزيناج ولا ليميت اغوش وليميت ادروات 3 اغوش يعني 3 بلس 3 بلس يعني عدد قريب لل 3 من جهه اليمين يعني 3 مثلا كما نقولوا احنا 3 بيجي 0 0 0 2 و 3 موان يعني عدد قريب لل 3 لكن من جهه اليسار اش يكون مثلا 2.9998 مثلا هكا هذه 3 موان وهذه 3 بلس بلغة أخرى أنت الإكس هذه باش تمشي تعوضها زادة بعدد كيف نكاك قريب برشا للتروا لكن من جهة اليمين أدروات دونك تروا بلوس تروا باش تعطيني سيس خاطر راسين دو تروا بلوس تروا هي سيس تعطيني أ سور راسين دو سيس وبالتالي الليميت نتاع الفونكسيون هذه هي إيكالا أ سور راسين دو سيس وإلا تنجم تكتبها هي راسين دو سيس سور سيس. كيفاش جات هذه
هذه تخش عليها عملت هكا، ضربت من فوق راسين دو سيس وضربت من لوط راسين دو سيس، باش تولي لي راسين دو سيس وكاري، والكاري نحي لي راسين، دونك تقعد لي سيس، راسين دو سيس سيس، فوالا، أنت تحب تخليها كيف ما كيك، خليها كيف ما كيك. ألونزي نكملو مع ليكزومبل الثالث، دونك نو زالون شيرشي لا ليميت في البلوس لانفيني نتاع الكونتيتي هذه راسين دو اكس او كاري موان 5 سور اكس موان 2. دونك نفس الشيء، اول حاجه تمشي تعاود تقسمها هذيا بلوس لانفيني ليميت نتاع الكونتيتي الفوقانيه اكس او كاري موان 5 سور راسين دو اكس موان 2. بيان، تو نفس الشيء باش نمشي نطبق انا القاعده نتاع كيف نخرج الفالور البليو ديغري بويسك هو راسيونيل. دونك باش نخرج دونك ليميت في البلوس لانفيني دي نحاول نكتبوها هذيا نتاع من فوقش باش نعمل، باش نمشي نخرج اكس او كاري اون فاكتور، اش يقعد لي؟ يقعد لي ا موان 5 سور اكس او كاري هاكا ولا ومن لوطا باش نخرج البليو ديغري اللي هو اكس، دونك تولي لي راسين دو اكس فوا ا فوا فاكتور ا موان 2 سور اكس به. أيوة، وتو باش نطبق الفازة نتاع برودوي راسين دو أ فوا بي، خاطر هذه تخش عليها هي أ وهذه كلها هي بي، هذه من هنا أ وهذه كلها هي بي، باش توليلي توليلي هي راسين دو إكس أو كاري فوا راسين دو أ موان سانك سور إكس كاري، من اللوطا هي راسين دو إكس فوا راسين دو أ موان دو سور إكس. به لا لا انا نشوف فيك تو ولا نسمع فيك تو تخمم انه كارينا حراسين، لا ما حشيش بها الحكايه دي، لكن نركز معايا، مش احنا تفهمنا كي يبدا عدد على اكس كسوا اكس ولا اكس وكاري ولا اكس وكيوب، المهم كي يبدا في البلوس لانفيني ولا في الموال لانفيني يعطيني زيرو، دونك هذا كله باش يعطيني زيرو، هذا زاد باش يعطيني زيرو، قامت لي راسين دو ان، راسين دو ان هي ان، كيف هنا ان، اش قاعد لي الكل؟ قالت لي هي الليميت تاع بلوس لانفيني تاع شكون؟ نتاع راسين دو اكس او كاري سور راسين دو اكس، دونك راسين دو اكس او كاري اش معناتها؟ هي راهي نجم نكتبها هكا راسين دو اكس و راسين دو اكس، لو تو سور راسين دو اكس، بيان، تو باش نمشي نعمل سامبليفيكاسيون بالراسين دو اكس هذا من ناحية هنا ومن ناحية هنا، اش غالية غالية؟ ركز معايا تو مليح، الليميت تاع بلوس لانفيني نتاع راسين دو اكس، احنا اش تفهمنا؟ تفهمنا كي نمشي للاكس نعوضها بالكونتيتي اللي نلوج فيها الليميت، دونك اوترومون اوترومون هي باش تكتبها كراسين دو بلوس لانفيني اكوا تيغال، هذه هي نورمالمون باش تلقاوها في البروبريتي اللي قبل الاكتيفيتي هذه بالضبط في باج 12 من الاخر بكلها هكا بالجري تلقاها، قال لك سي ليميت دو اكس 0 دو اف دو اكس تنفير بلي ا ايغال بلوس لانفيني، دونك راهي الليميت نتاع الراسين زاد نتاع اف دو اكس هي بيدها بلوس لانفيني، وبالتالي هذه كوتيكال ايجال ا بلوس لانفيني. ميرسي بوكو اللي تبعتوني حتى كش للاخر، كان فما اي كاستيون نيزيتي با اكتبولي في الكومنتير، نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر، الى اللقاء.